السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا تمام كلكم. طبعا احنا كتبنا ان احنا هنعمل مسابقة وهنعمل سحب عشان احنا قربنا على الـ2000 مشترك، تمام؟ وان شاء الله اول ما نقرب، اول ما نوصل للـ2000 مشترك هنعمل لكم جايزة كمان وسحب كمان بإذن الله، ان شاء الله رب العالمين. طبعا احنا اتفقنا ان السحب عشوائي، فعشان المصداقية هيبقى السحب قدامكم من الكومنتات كلها. زي ما قلنا الجايزة المرة دي اللي هيكسب هو اللي هيختار إما تحويل فودافون كاش أو تحويل رصيد، تمام؟ فبسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. حتى اللي اتفتحت معانا مشاركة من المغرب جابتها صح، بس يعني انا بعتذر والله جدا. المسابقة لأهل مصر ان شاء الله هيبقى فيه في الايام اللي جاية، ان شاء الله هيبقى فيه مسابقات على مستوى الوطن العربي كله بإذن الله، فانا بعتذر. فقط الآن ونرجع نعمل سحب مرة تانية. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي، اسمها مناتي وهول، هي دي، تمام. ناخد بس سكرين شوت. بسم الله الرحمن الرحيم. مبروك، كسبتي، كسبت معانا الجائزة، يرجى إرسال رقم التليفون على رسائل صفحة الإنستجرام. يرجى إرسال الرقم على الرسائل بتاع الإنستجرام ده. شكرا، وهنتم التواصل معاكي بقى او معاك، ونسجل لك كمان لما نشوف، لنتأكد ان الفلوس وصلت بإذن الله، الجائزة وصلت ان شاء الله رب العالمين. نلقاكم في مسابقة تانية بإذن الله، والسلام عليكم.